مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، سلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن الهجرة لمدينة موردن، يمكن أكثر المدن اللي انشهرت في الصحف المحلية والعربية اللي هي مدينة موردن. الموضوع في شوية لبس، هو عبارة عن برنامج قامت فيه وزارة الهجرة. خليكم بعد الفاصل حكي لكم عنه. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا زي ما حكينا أنه هذا البرنامج قامت فيه وزارة الهجرة لعدة مدن، 11 مدينة أو قرية ريفية، بدهم يحاولوا انهم يجلبوا ناس لهذه المدن خصيصا لها. في لهم قوانين، كل مدينه حطت قوانين خاصه ولهم عدد معين، عدد صغير مش كبير، لكن راح يكون لمده سنه. فاستغلوا الوضع لانه بيحتاجوا حرفيين ومهنيين وعمال. قد تكون انت من احد الاشخاص اللي تنطبق عليك هذه الشروط. حكينا قبل فترة عن مدينة ألتونا في مقاطعة مانيتوبا، موردن جنب ألتونا، ألتونا أصغر من موردن. عدد سكان مدينة موردن بتجاوز 9000 نسمة الآن. فيها جالية عربية، مش عارف الرقم بالضبط لكن موجودة. فيها عدة مصانع، منها شركة ديكورات، مصنع زجاج، شبابيك، مصنع ألمنيوم. فيها شركات كبيرة، ممكن تعمل سيرش كومبانيز إن موردن وتلاقي هاي الشركات وتتعرف عليهم. الجو فيها ليس بالسيء، مش من أبرد المدن، تقريبا درجة الحرارة بالشتاء 10-15، بالصيف 25 درجة الحرارة، ممتاز. تقع حوالي ساعة عن العاصمة تبعت مانيتوبا اللي هي وينيبيغ، وقريب كثير من الحدود الأمريكية. فهذا بعطيك بريفليج إذا بتأخذ فيزا أمريكية بتصير تروح تتبضع من غاد لأنه البضاعة أرخص. طبعا بدنا نحكي شوي سريعا عن الشروط. هي هذه المدينة بدها حرفيين، مستوى اللغة راح يكون أسهل من الفيدرال ليفلز لنفس الحرفيين، من 5 إلى 7. ححكي عن الموضوع هلا. المبلغ المالي ميسر، بما معناه انه لازم يكون عندك مبلغ مالي عشان تهاجر. حنحكي الان عن المبلغ المالي، انا كتبته هون. اذا كنت لحالك لازم يكون عندك 13000 دولار تقريبا كندي في حساب في البنك. اذا كنتوا 2 16000، اذا كنتوا 4 اشخاص 24000، واذا كنتوا 6 اشخاص بده يكون معك حوالي 30000 دولار كندي. هذه الأرقام طبعا موجودة في موقع الهجرة الكندي، موثقة، ممكن ترجعوا لها، حكينا في فيديو عنها. لكن التيسير اللي ميسرينه في هذه المدن والمقاطعات، مثلا موردن، إذا عندك سيارة ممكن تقيم السيارة هاي وتحطها في المبلغ، يعني مش لازم يكون بس المبلغ كاش ماني موجود في البنك. ممكن إذا عندك عقار، بيت، منزل، بأرض، تقيمها وتقول مثلا سعر هاي الأرض 300000 دولار أو 100000 دولار أو 50000 دولار، خلاص بكفيك المبلغ معنا. تقديم الطلب مجاني في موردن، ما بيحتاج أي فلوس، لكن بعدين إذا وافقوا عليك بصير موضوع الدفع. فالتقديم مجاني إذا أنت أو كمل كل الإجراءات. بأخذوا حوالي 50 طلب سنويا فقط، هاي المشكلة. ألتونا رح يأخذوا أكثر 100 طلب، فبدك تلحق حالك. كل مرة بأخذوا 5 إلى 10 طلبات، طبعا طلب مش شخص، الطلب معناه عدد أفراد العائلة كاملة. ما عندهم طلبات معقدة وأنك تدخل بول، لا، الموضوع سهل، ستريت فورورد. في فئتين في مدينة موردن، الفئة الأولى للحدادين والنجارين، الحداد والنجار، خلينا نركز عليهم، بدهم 2 سنين خبرة خلال 5 سنوات الأخيرة بهذا المجال. لازم يكون عندك لغة في الآيلتس 5 أو في اختبار اللغة الفرنسية 5، يكون عمرك من 21 ل 45 سنة، ما عندك أي أقارب في كندا، ممكن في أقارب في مقاطعة مانيتوبا، بالعكس هذا كويس، بس إذا إلك أقارب في كندا راح يعتبر هذا سيء جدا،
وراح يرفضوا طلبك مباشرة، لأنهم راح يعرفوا أنك راح تنتقل للمقاطعة الثانية عند أقاربك. بده لازم يكون عندك معادلة للشهادة تبعتك، لازم يكون عندك شهادة دبلوم زائد سنة، بما يعادل دبلوم زائد سنة. يعني اللي بدرسوا 3 سنوات عندنا بكون عندهم دبلوم زائد سنة. طبعا لا يوجد عندك، ما في عندك هون شرط انه يكون عندك حساب على الاكسبرس انتري، ما في حساب على الاكسبرس انتري، هاي الشروط اللي موجودة. الان الفئة الثانية اللي هي الطباخين والسباكين اللي هم تبعون ال بايبات المية او بلمر، الطباخين اللي بطبخوا الاكل والسباكين، برضو لازم يكون عندهم 2 سنين خبرة بدوام كامل خلال ال5 سنوات الماضية. لازم يكون عندهم هون حساب في الاكسبرس انتري عكس الفئة الاولى، بما معناه انه لازم يكون معادل شهادته معاه 7 في الايلتس، اوكي، او 6.5 بما مقدار 7. لكن اذا معاه فرنسي ما في له شرط انه يكون عنده اكسبرس انتري. فهاي النقطة بهذا، اذا معك فرنسي انت امتحان الفرنسي او بتحكي فرنسي كويس ومن دول ناطقة باللغة الفرنسية، فما في داعي عندك للاكسبرس انتري. معادلة الشهادة شرط هون من وس، ولازم يكون عندك زي ما حكينا دبلوم زائد سنة، عمر 21 ل 45 سنة. برضو لا يوجد صلة قرابة في كندا، في مانيتوبا ما في مشكلة. مبالغ المالية حكينا عنها. الطلب بسيط جدا تبع موردن، هو عبارة عن 5 صفحات الطلب، بتعبي أسماء، تواريخ ميلاد، سنوات الخبرة، أماكن العمل، المبالغ المالية، كلها أشياء سهلة. من وين سمعت عن البرنامج؟ المطلوب انك تبعته، ححط الايميل الان تبع البرنامج وصفحه الموقع تبع موردن، اللي مفروض انك تبعته على هذا الايميل مع 7 اشياء. الاول اللي هو الطلب نفسه اللي هو 5 صفحات بعد ما تعبيه. الشغله الثانيه السي في لكل افراد العائله اللي عمرهم اكثر من 18 سنه، لازم تعمل السي في على الطريقه الكنديه، بس اكتب كنديان سي في فورمات راح تلاقيه. الشغلة الثالثة اللي هو اختبار الايلتس، عفوا الشغلة الثالثة اللي هو اختبار الايلتس، نتيجة اختبار الايلتس. الرابعة صور عن جوازات السفر جميعا. 5 صور عن حسابك البنكي، واذا انت عندك اي مبالغ زي ما حكينا ملكية لارض او بيت لازم تبعت هذه الصور. صور من حساب الاكسبرس انتري اذا مطلوبة خاصة في الفئة الثانية. والشغلة الثالثة معادلة الويس او ايكواس اللي هي موجودة. الان اذا وافقت عليك المدينة بيرسلوا لك فيزا، بتروح تاخذها من السفارة. هاي الفيزا بتيجي بتزور فيها المدينة لمدة لا تقل عن أسبوع، لازم تجلس في المدينة لمدة لا تقل عن أسبوع، ممكن تجلس 2 3 أسابيع، بتتعرف على الناس، بيعملوا لك workshops غاد، بتتعرف على الشركات اللي موجودة، بتشوف الحياة غاد، تستفسر، وآخر بنهاية هذه الزيارة بتتقابل مع موظف الهجرة في مدينة موردن، بيسألك إذا عجبتك المدينة ولا لا. إذا عجبتك المدينة عادة بقول لك أنت you are okay، عادة يعني معظم الناس بوافقوا على الموضوع وبقول لك you are okay، وبس تروح على بلدك ببعثوا لك رسالة إنها المدينة بترحب فيك وبتستقبلك. إذا رحبوا فيك أنت بتبعت هاي الرسالة، اللي بعطوك اللينك طبعا، بتبعتها لمقاطعة مانيتوبا، مقاطعة مانيتوبا بالتالي بتعطيك رسالة من المقاطعة عشان تكمل أوراقك مع الفيدرال جوفرمنت. وعادة هذا بيمشي بس بخطوات سلسة، الفيدرال جوفرمنت بس بقوموا عليك بتشييك الأمني، اللي لازم تجيب عدم محكومية من دولتك والفحص الطبي اللي مطلوب من الجميع. بعدين بتروح تتقدم، بتدفع الرسوم المطلوبة للفيزا وبتحصل على فيزا اللاندينج وبتيجي هون وبتصير معك بيرمننت ريزيدنت. هذا الموضوع باختصار عن مدينة موردن. الموضوع سهل جدا لكنه بده شوية شغل، فشدوا حيلكم. الموضوع لحد الآن لمدة سنة، الله أعلم مددوه ولا لا، لكن خلال هاي السنة
في لكم أمل إذا جبتم الآيلتس وعندكم الخبرة في هذه الأعمال. يعطيكم العافية ونراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.